يلا ما مشكلة معنا طالع معاكم لسه تفضل يلا هاو نجيبون يلا تفضلوا يا شباب تفضل جون تفضلوا عشرة يا شباب شو بدك خلي شو بدك أبو بصير يقوم بالإشراف على بدء العملية. أبو بصير شو بتوجه رسالة بالعملية؟ منقول لهم أن وجهنا لهم إنذار أن يسحبوا البرجين وعطيناهم مهلة وما سحبوا، فقال له رح نشيلهم وبصر ماي بإذن الله. الله أكبر الله أكبر. ومن ولي الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار، يعني ومن ولي إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. قد كانت الصحابة تقول لك عندما حفر الخندق اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا فإن العدو قد بغى علينا فإن أرادوا فتنة قلنا أبينا أبينا أبينا. الله أكبر. الله عز وجل أن يتقبل منهم وأن يبدلهم خيرا إن شاء الله، وليعلموا أن صلاح أهل الشام هو من صلاح أمة الإسلام. الله أكبر. وهذه ثورة بإذن الله وجهاد مبارك طيب حدث عنه وتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فسد أهل الشام فلا خير فيهم، فجميعا نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ويمكن لنا، نسأل الله يتقبل منهم ويخلف لهم خيرا إن شاء الله. الله أكبر. الله أكبر. أبو بكر الله أكبر. واحد نزل واحد نزل واحد والله نزل واحد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. هربوا هربوا هربوا. شوف ها هربوا صاروا ورا المبنى ورا المبنى صاروا. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر 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 الله أكبر. الله أكبر الله أكبر.